إلى فقرة مميزة جدا وهي الأحب إلى قلوبنا، هي فقرة الدراما. ومعانا ضيف داخل الاستديو درامي زي ما قلنا كبير، احنا هنختم بك ختامه مس، فمحتاجين احنا المشاهد بعد الطب وبعد كوكب الفضاء انه يستمتع بالواقع، واقعنا نحن للدراما. غسان أحمد النعمة ممثل، أهلا ومرحبا بك. مرحبا بكم كثير و شكرا على هذه الاستضافة، وإن شاء الله نكون خفيفين على المشاهدين وعلى المتابعين قناة أم درمان، وإن شاء الله نقدر نغير لكم المود المسائي و... بكم إن شاء الله تكون نعم. حلقة جميلة. نعم. غسان نتعرف عليه. أكيد. نعم. غسان، المشاهد السوداني عرفك مؤخرا في أعمال ربما كان عندها صدى كبير جدا، لا سيما في الدراما الرمضانية، لكن خلينا نتعرف عليك بشكل أقرب عن بدايات غسان أحمد النعمة. والله أنا البدايات يمكن بديت حتى في البدايات بالطفولة، زي ما تقولي شليق، يعني ما طفولة عادية، فمن الأساس بدت فكرة الدراما. يعني أنا في الأساس الأساتذة اللي كانوا بدرسوني كانوا بيقول لي أنت ما تنفع إلا في مجال الدراما. يعني من خلال متابعته لي في الطفولة، في الشغف، في الحاجات، فحسوا بأنه أنا أقرب للدراما من 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 مجالات تانية، ونشأت عليها. يعني حتى لما وصلت مرحلة الثانوي ذكرت تماما أنه أنا عايز اخلص الثانوي على سن اجيب الشهاده واقدم للدراما. يعني نعم. كنت ماشي برغبه الدراما دراما. نعم. فبديت بدايتي الحقيقيه في الدراما يمكن التقيت باستاذ جميل عليه رحمه الله، الاستاذ صديق مساعد، كان في فرقه الهدى. ده التقيت به انا في الثانوي، بشاغب جنب الزلط، في كان في الحيتانه، فهو كان بيجي يشرب الجبنة بيقعد كده عنده طقوس بيعملها، بتلقاه خدت له مبخر صغير وتفاصيل، وخدت له جبنة في جبنة وبيشرب. أنا بجي بحساب إنه صرت أنا قريب منه ساكن في نفس الحي، بجي بهزر برا في محلات الجبنة محلات الناي، فقال لي تعال يا ابني يا أخي أنت حاسبك كده بتحب الدراما، قلت له والله أساس، وأنا أساس حاليا بقرأ في تاني ثانوي، فداير أخلص وداير أقدم. قال لي يا أخي كلام كويس، فطرع علي فكره انه قال لي تعال لي بكره في مركز يوم درمان عندي مسرحيه بعمل لها في بروفات، تعال شوفها. فجيت عجبتني الحاجه، فقال لي عند رايك شنو اديك دور فيها؟ قلت له جدا استاذ. من اول مره؟ من اول البدايه. خشيت معاه في مسرحيه كان اسمها امبراطوريه الحب. امبراطوريه الحب كانت اخراج دكتور فضل، هو بجامعه بخت الرضا، كان هو المخرج وتاليف صديق مساعد. فبديت فيها وانطلقت من هنا. يعني بدات طب غسان، اول مره تمشي المسرح مش كمتفرج، كمسرح كزول عايز يشتغل في نفس المجال اللي هو بيحبه، الانطباع بالنسبه لك كان شنو؟ يعني كنت مبسوط، كنت خايف؟ والله مش الانطباع، انا زي ما قلت لك صديق مساعد حتى قبلي، بعد انتهيت من الثانوي ومشيت الكليه اللي هي جامعه السودان كليه الموسيقى والدراما، لما مشيت بقناعات تامه ومشيت شرط الفنانين الممثلين عموما والمخرجين ولا في الحوش من هذه المسرحيه، لانه المسرحيه كانت اول ادخال لي او ثاني دوره لمهرجان البقعه، كان شاركت فيها من خلال مهرجان البقعه، كان اندمجت مع الفنانين، فبقى بالنسبه لي الجو عادي. يعني كانت في رهبه في بداياتي انه انا حاشتغل في المسرحيه وحاط تفاصيل، فتلاشأت بمرور الزمن وبمعاشره الفنانين الكبار. طيب الدور اللي بتعتبره هو أقرب دور بالنسبة لك أو بالنسبة لشخصية غسان في أعمالك، سواء كانت مسرحية سواء كانت درامية؟ والله هو مش أقرب دور، أنا طبعا اشتهرت بشخصية، يمكن شخصية مسفن الحبشي، اشتهرت بها كثير، مش نسبة اللي إجادت ليها أنا أو غنعت بها في دبل إكس لايت، للكاتب أحمد عجيب والمخرج سنبل، إنتاج شركة جمال عبد الرحمن الله يديه العافية. والدور ده كان يعني مش محبب لدي، لكن أنا بحب الأدوار المركبة، فما بحب الشخصيات العادية. يعني تيجي تقول لي يا غسان عايزك في نص تشتغل لي بنفس التكنيك بتاعك الطبيعي العادي، ما بكون مستمتع به. يعني أنا غير مسفن عندي كان بديت بالحبوبة، عندي شغل كان 30 حلقة اسمه ست البيت، فبشتغل دور حبوبة كامل، ومسرحية كانت اسمها 6-0 برضو اشتغلتها حبوبة، ويعني الأدوار المركبة هي الأجمل
والمحببة لدي. فعموما فيها تقمص، بتحس انه بحس فيها تقمص، وبحس انه انا قاعد اجتهد في شخصية بعمل لها في التكنيك، انه داير اركب لها صوت، داير اركب لها حركة جسد، داير اركب لها يعني بجميع حاجات العوامل النفسية والحياة دي. فبستمتع لما اكون بادي في شخصية زي دي. نعم شديد. يعني غسان، غير الموهبة اللي عندك من الطفولة، انت الدراسة والجامعة والتخصص ذات وساعدك على الكلام اللي انت قلته هسي، انك كيف تتقمص الشخصية وكيف انت لغة الجسد تحرك على حسب الدور المقدم لك والمحاكزات وكيف تطلع الصوت. الدراما والموسيقى عندها دور كمان، هي الدراما والموسيقى عندها دور، عندها دور كبير، لكن ده ما بيعني انه انت لو جيت ما موهوب او ما عندك الموهبه انك هتبقى ممثل. فالكليه كل الان بتخرج سنويا طلاب بيجوا عبر وزاره التربيه والتعليم والتقديمات دي، لكن معظمهم بيفشل لانه ما ماخذها من رغبه او ما ياخذها من موهبه. انا ممكن اكون تفرق بين الرغبه والموهبه. انا ممكن عندي رغبه بس حاليا ابقى فنان اغني، لكن ما عندك موهبة. ما عندي صوت. بيبقى انا ما الموهبه هي الاساس، هي الاساس انك تبقى ممثل ناجح، لانه هي الجامعه بتوفر لك اكاديميات انت بتصطحبها معك خلال مسيرتك الفنيه، بتعرف كيف تعالج الحاجات، كيف تفكر بشكل خيالي، كيف تقدر تركب للشخصيه ابعاد، كيف كده. لكن ما بتقدر تمثل وانت اساسا ما عندك الموهبه. نعم. فالكليه هي اضافه يعني. نعم. ما في كلام. أكيد طبعا. نعم، ولازم الشخص فينا يمتلك الملكه. أيوة. بيقولوا بتاعه التمثيل او الغناء، حتى الغناء بدون صوت انت ما عندك الموهبه والملكه دي، ما هتقدر تطبق اساسا العمل اللي انت النظر اللي انت درسته في العمل. نعم. غسان، طيب انا هقطع لك سؤال. طبعا انا في سؤال من قبل قاعد عايفه وبتذكر فيه، الممثل وهو ممثل ومن هو صغير في البيت، الحركه اللي بتعملها في البيت، هل ناس البيت بيصدقوك في بعض الاحيان ولا بيقولوا انه غسان ده اللي قاعد يؤدي دور بيمثل مثلا عيام ما مشيت المدرسه، انت بتمثل على ناس البيت الحاجه دي؟ والله يا اخي انا بمثل كثير في البيت يعني، وخصوصا انه انا يعني الحمد لله تربيت وسط حبوبتين في البيت، فكانت عباره معي كلها عباره عن تمثيل. انا عشرتهم عندي، حبوبتي ام ابوي اتوفت الله يرحمها على عمر ناهض 110 ما شاء الله الله يرحمها، حبوبتي الثانيه ما يقارب 95 فال 110 دي انا عاشرتها حتى في الخرف، فاصبحت محتاج علاج، بشتغل معها سيكولوجي يعني دايره طلبات لابوها ليها وهي اصلا لا يمكن تبقى يعني مثلا دايره اشوف وهي 110 مستحيل ثاني بعد اشوف فدي ما في حل الا استخدم معانا السيكولوجي. كنت قاعد اتعامل معاها والله يا اخي انا ما عارف اقول الله يا اغفر لي ولا لا. انت عالجت في تحسين نفسيتها؟ انا عالجتها، اشتغلت معاها نفسيا يعني في موقف من المواقف انها هي كانت مصره يعملوا لها عمليه عيون زي ما جارتنا التاية، عملوا لها عمليه وبقت تشوف فلقيتها قاعده في البيت ما بتاكل يعني يومين كده ما بتاكل. جاتني عمتي هي قاعده معاها قالت لي حبوبتك دابت ما تاكل، قلت لها مالها؟ قالت كيف يعملوا لتاية عمليه وهي يعملوا لها عمليه التاية شافت، قلت لها كده خلاص انا بتصرف لك معها. جيت داخل حبوبه كيفك؟ اهلا جايين لي شنو؟ انا ما خلاص قنعتوا مني تاني شن بتدوروا بي؟ قلت لها حبوبه يا اخي كيف نحن نعمل منك؟ انت بيقنعوا منك؟ انت يا اخي امنا وتركي البيت. سامح هاي حنسني بكلامك ده، انا ما عارفك بتاع التمثيل. قلت لها لا والله يا حبوب، والله يا ابو ممثل انت مالك داري شنو؟ تسوي لي العمليه دي، انا اولادي كلهم ما سوا لي، انا ماني عافيه منهم كم ما سوا لي. قلت لها خلاص يا حبوبه الموضوع ده بينتهي هسه، باقي اليوم ده تديم هدومك ديل ونمشي نعمل لك العمليه في الخرطوم ونجي راجعين. سامح كذا انا عاد ما دايرك لدي عافيه منك وراضي عليك. قلت لهم خلاص يا عمتي عليك الله لو سمحتي لملاها هدوم ديل عشان نمشي. عندنا هناك طبعا في الجزيره الحشام بتاعتنا وازعه كده، فعندنا كارو بتاعت الحمار دي عندها اخوي اصغر منه، قلت له يا اخي كده جيب لي لحاف من جوا اللي هي تعمل شنو؟ قلت له يا اخي نعمل لحاف وتدي العمليه ونجي. جبنا اللحاف فرشناه في الكارو، قلت لها حبوبه قالت لي، قلت لها قومي يلا راح اطلعي العربيه دي مستنيه انا برا وانا حجز لك الكنبه الاخيره كلها تنومي فيها بس لحد ما نصل. كده انا عافيه منك اديني شنطتي يا بيت. قالت لي جبتها بطحتها في الكارو، مسكت الكارو بلف بها كده خمسه دايرات جوا الحوش، بعمل بلف خمسه بقلبها خمسه خلاص المرجعه تطلع في راسها بتجي حبوبه ها وصلنا الخرطوم. احمد الله نزلوني خلاص نزلنا سلم علاء بجيب الاصوات
كيفك حبوب؟ الله يسلمك، الله يبارك فيك، كيف الحمد لله على السلامة. سبت وقعدوا. ايوه ديلا اولاد ولدك الخرطوم هنا. فنزلت لحد التفاصيل، قلت لها انا حبوب احنا ما قاعدين، لازم نعمل عمليه سريع ونرجع. قالت لي سامح خلاص راح كن. رفعتها بنفس الطريقه، لفيت بها 5 دائرات بالكارو ونزلتها راجعه. وصلنا الدكتور. السلام عليكم ورحمه الله، كيف حاجه؟ بتشكي من شنو انت؟ ايوه انا ديلا بشوف. لا خلاص امورك منتهيه ان شاء الله. دخلها لي، قعدتها في الكرسي، عندي مويه بارده شلتها في الحقنه وقعدت على الكرسي. افتح عيونك يا حاجه، اديت حبه حقنه كده في عينه، واديت حبه هنا، عملت لها قطن، ركبت لها نظاره سوداء. عملت الحقنه؟ ايوه. اديت حقنه في العين؟ لا مش حقنه بسنه يعني، بابره في الحقنه عاديه من غير ابره. قطرت لها مويه بارده في عيونها، ركبت لها قطن في عيونه، ركبت لها نظاره، قلت لها يا حاجه ان شاء الله بعد دي حتشوفي، بس انا قبل ما اعمل لازم اعمل لها تيست للعيون. فانا حازي حريك الحاجات دي من عيونك، مجرد ما تشوفي ولدك ده قدامك انا حامسك يدك. امسك يدها يا غسان، مسكت يدها. فان شاء الله اول ما تفك عيونك دي اشوف الليل، وريني ولدك ولدك ده انت شايفاه ولا ما شايفاه، وريني قدامك ده منه. فطلعت لها الحاجات دي من عيونها، قلت لها يلا وريني الماسكه في يدك ده غسان ولدك، عرفتي ده منه؟ اجي عاد بغباني ما هو ولدي. يلا العمليه ناجحه يا حاجه الحمد لله، وطلعت. جينا البيت، عامل نفسي غير نفسيتها. لما توفت رحمه الله عليها هي بتدعي لي انه انا عملت لها العمليه بتاع عيونها. طيب يا سارة، معناها الدرام غير معالجة الواقع بتاعنا والمشاكل الواقعية ممكن تخش في العلاج النفسي بالنسبة للأشخاص المتابعين لدراما معينة أو أكيد حلقة معينة أو مسلسل معين؟ نعم هي أكيد علاج نفسي. أيوه هي علاج نفسي يعني، بتنقل حالات يعني. كثير من الناس بيقول لك الشخصية الفلانية دي أنا عجباني، هي مش موضوع عجباني، هي مست حاجة فيك أنت أصلا موجودة. لما تمس الحاجه فيك موجوده بتحس بانه انت نفس الشخصيه الممثله في هذا العمل. نعم. بالتالي هي بتعمل علاج نفسي وهي ايوه ممكن تتناول فيك اي قارب انت عايزه يعني. نعم. نعم. طيب. والمشاهد ذاته ما بيتقبلك بشخصيه ثانيه، شخصيه الشر والخير دائما بتنطبع في وجدان المشاهد. أيوة اذا أيوة كانت أيوة دراما عربيه، اذا كانت دراما سودانيه ما بتقبلك بشخصيه ثانيه، يعني الشرير هو شرير. والله شرير هو شرير، لكن بعض الاحيان الاجاده للدور هي اللي بتدي الطابع ده. نعم. يعني انا ممكن اخش في دور شرير اجيده تماما وخلي حتى الشارع العام يكرهك على سنه انت زول ده شر يعني جاي فيه ولا الشخصيه دي، اجيهم بقالب ثاني انسف الشخصيه الاولى اللي انا عملتها برضه نسبه لاجادتك للدور. طيب في بتاكيد ادوار مختلفه قدمتها للمشاهدين، لكن اكثر اللي هي شخصيه رسخت بالنسبه لهم اللي هي شخصيه مسفن والماضه كان في اكس لارج، غيرها جت ضغوطات ودار المطلقات وغيرها من المسلسلات، لكن خلينا نقول انه دي اكثر دراما ربما هي وجدت صدى بالنسبه للمشاهدين، خاصه انها هي بتقدم في 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 موسم او في شهر رمضان الكريم. كلمنا شويه عن ضغوطات وكلمنا عن دار المطلقات. ضغوطات والله هي عمل يمكن عمل فيه جزء المسلسل، الجزء الاول كان اتعرض بس كان حصريا على قناه جلواك بوك في اليوتيوب، والان الحمد لله تم تصوير الجزء الثاني من المسلسل، يمكن خلصنا منه اول امس. فان شاء الله حيشوفوا جزء مختلف، جزء جميل، ما حيعرض على قناه جلواك بس، ان شاء الله حيعرض على قناه تلفزيونيه نفس عنها فيما بعد. فضغوطات عمل جميل، يمكن اخذ رواج واخذ قبول من الشارع العام شديد، فنتمنى انه ان شاء الله نحن نقدر نواصل في نفس النهج ونقدم اعمال جميله رغم ضعف الامكانيات، رغم معاناه الدراما في السودان يعني. نعم. في معاناه كلها، والضغوطات برضه تحسب انجاز فردي يعني شخصي، ما عمل ساعدت في مؤسسات ولا شركات كبيره يعني، اجتهاد من استاذ جلواك، فزول محب للدراما وزول شغفه في الدراما حب انه يقدم حاجه تليق بالشعب السوداني. فان شاء الله ربنا يوفقنا وموعودين بعمل جميل ان شاء الله. نعم. بالنسبه للضغوطات اللي بيعاني منها جميع التخصصات في السودان من اجل الدراما، عامل نفسي بيحرك المقدم العمل ذاته، محتاج نفسيات مما يطلع من البيت حتى ما يصل. للاسف الشديد في السودان الوضع الحالي مزري جدا. نتكلم عن الوضع المسرحي في السودان في الفتره دي. والله يا اخي سؤال وجيه جدا جدا. اول حاجه نحن قلنا حيحدث مع التغيير تغيير،
لكن صراحة للأسف في الدراما نفسها أو في المجال الثقافي عموما رغم التغيير اللي حصل ما زالت الدراما في نفس النقطة المهمشة، يعني ما في لها مساحة، ما في لها حتى اهتمام. يعني أنا أتمنى إنه الدراما تأخذ مساحة أقل في الوزارات، يعني تكون عندها وزارة منفصلة غايمة بحد ذاتها، دي مجال منفصلة غايمة بالدراما. فدائما إحنا في الوزارات يا منضمين لوزارة معينة، يعني ما عندنا كيان قائم بذاته نحن نقدر نعتمد عليه أو حسك بأنه فيه اهتمام بالدراما. طيب يا غسان، إذا قالوا لك هسي سمي لنا المسمى اللي هتنحصر فيه زاوية الوزارات، وزارة قائمة بذاتها للدراما، هسميها شو؟ والله أنا هسميها دراما، شغل خاص بالدراما، يعني ممكن أقول وزارة الثقافة اللي هي تكون فصلة عن وزارة الدراما. يعني لو ما سميت الدراما بعينها أجيب لها اسم له علاقة بالدراما منشق قائم بذاته. نحن الدراما في العالم عموما هي واجهة الدولة، واجهة الدولة، يعني بالتالي الاهتمام بيكون عليها مكثف، فنحن ما عندنا الثقافة دي. يعني حتى على نطاق جميع الحكام اللي مروا علينا يمكن ما خطوا الدراما من أولوياتهم، يعني بنجد معاناة شديدة، ما في جهة بتجيف معاك في الدراما. فأنا عادي ممكن أمشي أشيل دراما مادة، أقول ماشي لشركات داير شركات طرع عليها المادة دي، بدوك حاجة تافهة جدا جدا عشان رأى عليك، بتمشي بغض النظر عن الحاجات الثانية شنو بتمشي بيها، بيرعوها لك بمليارات، لكن دراما ما برعاها لك. فنحن محتاجين معالجة شاملة. شاملة وعي شامل. يمكن برضو المعالجة هي في موضوعية المادة المقدمة، يمكن المشكلة ما في ضعف الإمكانيات تحديدا، المشكلة فينا نحن ما قادرين نقدم محتوى يليق بالمحتوى، وهو المحتوى المعاصر حاليا الأوضاع الحالية. ما هي الدراما عندها مواسم، نحن ما عندنا قضية معينة ممكن نحن نعمل على دراما هي ملفتة للأنظار زي الدراما في الدول العربية في الدول الغربية الأتراك. لا في دراما، يعني في دراما جيدة، في دراما لا مضمون ولا مواضيع، يعني ما سهلة، يعني في ناس مجتهدة جدا جدا في أنها تقدم مادة دسمة، مادة بتناقش قضية في المجتمع وفي الأعمال دي، يعني لكن للأسف أنه هي بقت حاجة كذا، يعني هم ما بركزوا لك في موضوع الدراما أنه حاجة منها فايدة. دي بطبيعة تركيبة نحن السودانيين، يعني محتاجين نعالجها. نعم. طيب. ما بنظر لها بنظرة جيدة. ده السبب اللي خلى إنه أغلب الشباب والمهتمين بالدراما إنهم يتجهوا للسوشيال ميديا واليوتيوب وما إلى ذلك؟ فعلا هي بقت السبيل. يعني السوشيال ميديا بقت هي منها يمكن عائد مادي بيقدر يسير به بأبسط الحاجات، يعني مكونات بأبسط التفاصيل. فأنا ما عارف حتى الغنوات، يعني الغنوات للأسف إنها هي المفترض تقيف معانا في مجال الدراما وتنمي الدراما وهي التنقلنا للعالم الخارجي، للأسف هي أصبحت متاريس في 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 واجهة الدراما، يعني بمواكبة أحداث غريبة. يمكن أنا بمشي بمادة عشان أشيلها أنتجتها أنا خاص من جيبي وجبت رعاياتها من جيبي على أساس إنه أدي الغناء نسبة بسيطة والباقي غطي لي التكاليف الانتاجيه، بغض النظر انه القرباح او ما القرباح، غطي لي التكاليف، بلقى الغنينه بتفرض لي 50% من الرعايات اللي بجيبها انا للعمل تشيل فيها 50%. طيب انت تشيل 50% يبقى انا انتجت العمل بشنو؟ مجان؟ ما في مساعده حتى على اطار الغنوات، ما في للاسف. نعم. فدي حاجات تكون نعم تكون هي داعم، يعني انا طالما جبت لك ماده دسمه، ماده جبت لك منها مصدر في بزنس، يعني اقل شيء بسيط، ما انت عندك المائده نجاحك كله في الماده. نعم فعلا يا غسان، اهتمام القنوات السودانيه تحديدا على البرامج المنوعه بالنسبة للدول الثانية اهتمامها ووضعها لخارطة البرامج بتاعتها إنها هي دراما مقدمة من نفس البلد، هي عراقة وأصالة وعادات وتقاليد البلد، مفترض تكون القنوات هي محافظة على ساعة يومية. زمان كان في دراما الناس بتتبعها في زمن معين، ده كان زمان قبل ما يجي الديجيتال والقنوات المتطورة، كان عندنا دراما بتجذب الأسرة مع بعض. وفي نفس الوقت الدراما اللي بتتحدث عنها أنت اللي بتجذب الناس دي كانت منتجة من التلفزيون نفسه، يعني ما كان منتجة إنتاج شخصي ولا جهات، كان التلفزيون رسمي هو بينتجه، يعني
طيب في اشكال مختلفه ربما غير السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفه اللي هي اتجه لها عدد كبير جدا من المهتمين بالمجال والشباب، اللي هو المسارح او الدراما على الهواء، يعني في الشارع احيانا بتلقى السكتشات. yes. فعدد كبير جدا كمان عمل على السكتشات في الشارع، في المسارح، ربما اماكن المهرجانات وما الى ذلك. هل فعلا لقت قبول او في يعني ممكن تكون ايجابيه بالنسبه للمنتج او بالنسبه للممثل في حد ذاته؟ هي الاعمال دي غالبا في القالب حقها بيكون قالب موجه، يعني المتحركه، الاسكتشات المتحركه غالبا بيكون قالب موجه، مرات تلقى في الشوارع، في السوق، في محطات، دي بتكون دائما موجهه من جهات او منظمات انت بتعمل عليها، مضطر انك تنزل للمشاهد او المستمع في الشارع على اساس انه توصل له المعلومه اللي انت عايز توصلها. لكن كمسرح، مسرح مسرحيه لها وزنها، صعب تتعرض في مكان على الهواء فارق، لانه انت محتاج صوت، محتاج اضاءه، محتاج ديكور. تفاصيل الحياه دي لازم تكون في حتات محكمه، فبالتالي صعبه. وللاسف انه مسارحنا حتى الغدر الضئيل الموجود اهمل واصبح يعني لا يصلح للعرض، فما في البنيه التحتيه القديمه اللي عندنا ذاتها بدات تتلاشى. يعني محتاجين اعاده صياغه كامل. سؤال في شقين، انت الدوله عموما هي محتاجه منكم شنو انتم، ومحتاجين شنو انتم من الدوله لدعم الدراما السودانيه؟ هي الدوله محتاجه مننا شنو ونحن محتاجين منها شنو؟ الدوله نحن محتاجين منها انها تعمل لنا بنيات ثابته، لانه نقدر، لانه المحتاجه وهي نحن ما بنقدر نقدمه، والا هي وفرت لنا الحاجات اللي نحن ممكن عشان نشيل القالب ده ونوجهه ليها، بعد ذاك نقدم لها الحاجات اللي ممكن تفيد المجتمع، المعالجات اللي المفروض نحن نتعالج عليها. نعم. اللي هي مثلا اقرب موضوع انا ممكن اتناوله موضوع الوطنيه. يعني دي الفتره الوحيده اللي نحن الان محتاجين في انه ننشط موضوع الوطنيه، يعني السودان محتاج لزول عنده وطنيه، محتاج لزول قلبه على الوطن، محتاج لزول حار هميم، زول يقدر يخدم الوطن حتى ولو من غير مقابل. دي الفتره اللي احنا محتاجين فيها انه عشان ننمي السودان يقدر ينهض للافق. فبالتالي انا عشان اقدم الحاجات دي لازم انت توفر لي جو. يعني ما انا برضو عندي ضغوطات، صح انا ممثل ودي مهنتي، لكن عندي ضغوطات ثانيه. يعني انت بتكون وراك اقل، وفر لي الحاجات اللي ممكن انا اخليها وراي عشان ما افكر فيها في الهيديك بتاعي. تحديدا محتاجين الحاجات اللي انت محتاجينها تعلينا حاليا، انتم محتاجين شنو؟ لانه الدراما تنهض او تنهض انتم كشباب في مجال الدراما. والله نحن محتاجين اهتمام من الدوله توفر لنا اقل على نحن شغالين على النطاق الفردي، الممثلين بيجتهدوا، المخرجين، المنتجين، انتاج خاص من داخل الممثلين نفسهم. محتاج الدوله انه تعمل لهم جهه معنيه او جهه تقدر تنظر لهم، تقعد معاهم في الواطه، يا اخي تعالوا نحن الدراميين ديل، انا الجهه اللي جيتكم من قبل الدوله مفترض اقعد معاكم على سن ننسق شنو ممكن احنا يساعدنا، نحط خطه يساعدنا في النهوض بالدراما، شنو ناقصاه الدراما حاليا؟ نحن محتاجين زول يقعد معانا على الواقع، مش تبقى انت جابوك في منصب خدتوك فوق بقيت انت، يعني حتى لو انا اعتجت لك في موضوع رسمي في دعوه رسميه عشان تيجي تحضر لي برنامج بيكون ما عندك لي زمن، ما عندك، انت ما فاضي لي، في حين انه انت بتمشي لمواضيع ثانيه او بيدعوك لحاجات ثانيه اقل مرتبه من الدراما. الدراما فوق ولا حتى على طاقه الدوله، السياده، على طاقه الوزارات، على طاقه الدراما، هي الاعلى. يعني انا البحكمه، انا اللي بقدر اناقش المواضيع، انا اللي بشوف بطلع لك عيوبك. فنحن للاسف عندنا الدراما اصبحت مربوطه بالسياسه، ده غلط كبير. يعني دائما بتلقى السياسي بحس بانه الدرامي عدو، فدي ما عدو، انا ما عدو. انا لو مثلا اتناولت قضيه في مؤسسه ما، خلل ما اذا كان من موظفين او من ادارات، اتناولتها في دراما، ده ما معني انه انا زي ما بقولوا بالدارجه بنبش حالك، لا، انا بشير لك لموضوع انت المفروض تنتبه ليه وتعالجه. لكن للاسف نحن بنشيلها طوالي شكلها، وعندنا ده في القالب السوداني العام. يعني اخوك لو قال لك يا اخي الحاجه دي المفروض تعدلها لكده، تحس بانه حاقد او هو اصلا داير يفشلني. هي ما كده، يعني ما قاعدين نتقبل اراء الاخرين بصدر رحب. نعم. على سنه تتعالج. نعم. طيب يا غسان، ما دام انت عارف انه الحكومه او الدوله ما هتجيب معاكم لانكم انتم بتعملوا دراما، هي مفترض هي محاكاه للواقع بتاعنا، مشاكل الكهرباء، مشاكل المويه، صفوف العيش، ابعدوا عن الحاجات الممكن ما تموت لكم، اديتوا لدراما ثانيه خفيفه
ما تكون الجهات الحكوميه هي مركزه معاكم فيها. انتوا لو فضلتوا اصلا تركزوا مع القطاع الحكومي انكم انتم ما هتضغطوه بالدراما المقدمه، اتجهوا لدراما ثانيه خفيفه. نحن كمشاهدين عارفين الوضع الصعب، انتوا غيروا شكليه الدراما بتاعتنا، نحن جيبوا لنا جانب ثاني الحكومه تدعمكم فيه والدوله تجيب معاكم، حتى شركات الانتاج الثانيه تجيب فيها. زي اللي تعرفها تقول لزول اسكت عن الحق في وقت انت نشط في الدراما واسكت عن الحق. ما انتوا سنين يبقى كده انا ما درنا نشط، يبقى انا ما درنا نشط دراما. عن سنين دراما يا غسان، سنين الشركات او الدراما السودانيه في نزول، احنا منتظرين وقت ترتقي فيه الدراما. فانتوا تعملوا معالجات لمشاكل معينه بصوره ثانيه. الدراما اللي بتدخل انتاج للدوله وبتدخل دخل للدوله هي مفترض تنافس عالميا. شوفوا المجال يمكن الحكومه وصلت الضوء عليكم او تركز معاكم، بالعكس تدعمكم فيه. انا ما اعرف، لكن الدراما هي نقل للواقع، هي نقل للواقع. يبقى انا اقول في كلام والشارع العام هسه حاليا ناو بقوم بشتغل لي حلقه كوميديا موقف طريف على سنه ما داره بشيء مواضيع ثانيه، بتلقى تحت الجمهور مع الاغلب بيقول لك انت في شنو الناس في شنو بالضبط، انت عين الشارع العام ساغبه. طيب. فبالتالي ما تقدر تتغاضى عن قضايا واقعيه عندك موجوده وشغال بتهرب لواقع اخر. فممكن تجي بيدعزها، وداير تضحك زول. غسان في بلاد عربيه، خلينا نتكلم على النطاق العربي، بلاد عربيه بتعاني مشاكل وازمات كثيره. الدراما بعيدا عن الجانب ده هو جانب ترفيهي بالنسبه لنا احنا كمشاهدين. المشاكل اللي بنعيشها ده عندهم الناس وعندهم شركات انتاج داعمه بالنسبه لهم، انتاج شخصي ما جماعي بالنسبه لهم، دي مموله الحته دي. انت اذا عايز تنهض بالدراما وقدرت تقدم الدراما دون القوالب اللي بتهمنا احنا كمجتمع. دراما بتهم المجتمع غير القضايا بتاعتنا اللي احنا عارفينها ومشاكل مستمره من 30 سنه. ما هو المجتمع يا استاذه مربوط مع بعض. يبقى هو الدراما مربوط مع بعض. انا عشان اجيبك مثلا في دور اسره. الاسره لا تخلو من الموظف. نعم. الاسره لا تخلو من السياسي. الاسره فبالتالي ما بحذف. طيب. ما بحذف من الواقع شيء. نعم. ممكن اشيل، يعني انا ما شرط بمعنى انه الدراما هي سياسه، لا. الدراما ما هي سياسه. ما عندها علاقه بالسياسه خالص. لكن بيبقى ما بتتجزا من واقع الحياه الكامله. انا بنقول واقع كامل. عشان اديك انت حاجه واقعيه. طيب. احنا بحسابات الحاجه دي نحن حتى في الدراما سابقا كان عندنا في مشاكل كثيره. انه انت عايز تطلع ماده واقعيه يعترف بك، المشاهد بيقول لك السودانيين متكلفين. نحن ما متكلفين، لكن انا مقيد حتى من قبل القنوات. طيب غسان، خلينا ننتقل لسؤال ثاني. واحنا بنتكلم عن انه الدراما هي مراه لعكس الواقع او للمجتمع، لكل المجتمعات، وفي نفس الوقت هي ممكن تكون مصدر لدعم الاقتصاد الوطني في نعم ذات الوقت. نعم. المشاكل اللي بتواجهكم من قبل السياسات والاجراءات المتخذه من قبل الحكومه او المسؤولين، اللي هي العرقلات، التصاريح وما الى ذلك. والله دي كانت في الفترة السابقة حالياً. او في فترة النظام البائد كانت مشكلة كبيرة. انه انت عشان تجي تصدق اولا انت بتجيب نص ورقي تجيبه في الورق تديه لجنة معينة بعينه ما عندها علاقة بالثقافة، لازم تطلع عليه وتشوف، بعد ذاك تحذف منك هنا شيل هنا، ده ما يصلح شيل هنا، ده ما يصلح شيل هنا، ده ما يصلح. تدخل في النص. يس. بتدوق بعد ذاك نص مبتور، بتلقى نفسك انت ما عارف تمشي بيها يمين ولا شمال. يبقى ما في داعي الماده اللي انت تقدمها اصلا، بتضطر تلغي الفكره. نعم. يعني حاليا مغيرة. نعم. طيب. حاليا اوبن، الموضوع مفتوح لكل الناس تشتغل زي ما دارت تشتغل الفكره اللي عندك. نحن الان في فتره التغيير، يعني ما فتره بتاعت محاسبه ولا في جهه معينه انت بتقدر تحاسبها في الفتره الراهنه الان، لانه الان فتره انتقاليه، فترة متحركة، يعني ما ممكن أقول عليه ماسك رسمي يعني هو أتهمه بحاجة، لا. الآن نحن في أوبن مفتوح، ده وقت التغيير، فمحتاج الناس تغير كل حاجاتها وتغير تفاصيلها وتشيل همتها يعني. نتمنى انه التغيير يكون حاصل وبشكل ايجابي. بدايه الموهبه بالنسبه لك انت، هل الموهبه هي داعم اساسي بالنسبه لاي ممثل، او العوامل الخارجيه اللي بنتكلم عنها حاليا هي ممكن تجيف او تأيد الممثل انه يستمر في مسيرته والله العمليه او الدراميه؟ الموهبه هي اساس. يعني انا يمكن بعض العوائق اللي بتخليك تجيب قدامك، نحن عندنا في السودان للأسف بتلقاها من بعض الأسر، يعني من داخل الأسرة.
بتلقى معك وضدك في الفكرة. فأنا يمكن نشأت في بيئة أبوي زول متفهم للحاجات وما عنده مشكلة في موضوع الدراما. هو ذاته زول فكاهي وزول كوميدي ظريف جدا جدا معانا. فأنا عندي زي ما بقول لي إنه الزول الوحيد جراك من الأسرة خالي فنان. يعني كنت أهو العزف على الآلات. يعني خلينا من قمت لقيته بيعزف على العود على الطنبور على التماثيل دي كلها بجيد المندلين. فحاولت أخربش في الحاجات دي غلبتني. مع إنه الرغبة شوفي أنا قلت لك الفرق بين الهواية والرغبة. رغبتي كانت مزيكا إنه أنا أعزف الحاجات دي لكن أبد دي ما هوايتك هاي فمشيت في مجال الحاجات. يعني حتى الحاجات الجميلة في الطفولة بالمناسبة يعني كاتب مؤلف فردود لغات من دعارة رمضان الفات وأعمال تانية. يعني ففي الطفولة في 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 شغف بتاع خيال كده. أنا وصلت لمرحلة وأنا طفل وما الله يرحمها لما تهرب مني لبيت مناسبة بتنومني وأنا صغير. الكلام ده ماشي عليه أول أساس. أنا وصلت لمرحلة إنه كنت بربط الدقيق في توبة وبشرطه وأعمل نايم بتمشي والدقيق بتشتت. أنا بمشي مع الدقيق بعرف هي دخلت يا بيت وبجالك بقيف كده في راسي. طيب الدقيق ده لو انتهى قبل ما تصل لو انتهى قبل ما اصل بعد ده سؤال واجب رحت الا اسال كويس ذكاء يعني لها نوع من الخيال يعني. غسان سؤال اخير, مشاريعك الفنيه القادمه وهل في عمل حننتظره في رمضان؟ والله ان شاء الله انا عندي يوميات مسفن والمازة على قناتي الخاصه في اليوتيوب. فإن شاء الله حابي الموضوع لفكرة متغيرة تانية لرمضان. هشتغل بفكرة غير ميسون المازة. هتكون 30 حلقة في رمضان إن شاء الله, حلقات منفصلة سلسلة دي في رمضان. غير برضو زي ما ذكرنا قبل شوية مسلسل ضغوطات برضو هيتعرض في رمضان. فإن شاء الله في أعمال تانية يعني لسه ما بدينا فيها التنفيذ. ضغوطات دي بزيادة الدولار ولا بالعملة القديمة؟ والله بالدولار لأن نعم تمام نعم. غسان أحمد النعمة زي ما ذكرتك بير إنه ختامه مسك ودائما بنختم بالحياة الجميلة. يمكن جبال كان كلامين ونحن نهرب من الواقع بتاعنا بنفتش لبصيص أمل بسيط, وده بالنسبة لبساطة أي مواطن سوداني بيبحث عن بصيص أمل بيطلع فيه من النفسيات بتاعته زي حبوبة لما كنت بتغشها بالنسبة. أيوة أيوة. فالمواطن حاليا محتاج العلاج النفسي أكثر من هو فعلا الناس محتاجة تفرق. فأنا ما أعرف لكن موقف طفولي وأنا في أولى أساس مشيت مع أمي مناسبة شليق ذول قصير حجمي كان قليل يعني في القصر ذول ماشي ضيف يعني طفل صغير ضيف لسه ما شاء الله لابسه جزمه كعب عالي. فمشيت المناسبه في حله ثانيه جنبنا ومي حريصه انه انا ما ابعد منها لانه حعمل شغب اكيد حجيب لها هواء. فالمهم زقت منها مع الاطفال كده بلعب. بعد شويه الزمن مشى وسرحنا كان لا 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 المناسبه زواج بنت اخوتها. فمشينا لعبت مع الأطفال مدة طويلة وجيت راجع قريب المغرب. فلقيت الناس اتغدوا والحاجات دي. فقمت جيت لأمي قلت لها يا أخي أنا عايز أتغدى. قالت لي أنت كنت وين من الصباح؟ جيت بحالة صعبة تراب وما عارف تفاصيل أمشي. قالت لي محل كنت لو أمشي ألعب ما تجيني ولا أمك ولا بعرفك أساسا. فاضطريت رجعت وكانوا معي شباب قلت لهم يا اخوانا قالوا ما فاكل. قال لي يا اخي انت ضيف بيدوق. قلت لهم ما بدوني. فواحد منهم كده اظن شاف محل الاكل خدتنه يا ناس العريس جايين سيره في بيت كده مقفول. فقال لي يا اخي والله اخذتوا الاكل هنا. قال يا اخوانا نمشي نشيله. نشيله ما نشيله جينا وقفنا جنب الشباك الباب مطبول. قلت يا اخوانا قال زول كده اصغر نتلبوا فوقنا وين الاكل. قاموا تلبوني انا الشباك بشيني وقليل تلبت بجوا. فلما تلبت جوا لحظه وانا قاعد جوا بسمع في ناس العريس جوا بالسيره اللي هي الحفلات بيضربوا في البوري. الناس كلها طلعت برا تستقبل العريس وبقيت انا قاعد جوا هنا بقلب في الحلل. ورا حدينا يا اخي اطلع ورا حدينا. قلت لهم يا اخي سامح بدخل يدي في الحله جوا. دي دقيقه يا اخي طلع يدك يا اخي طلع يدك بطلع يدي بدخلها في الحله الثانيه. فاصول يا اخي طلع يدك شوف لنا حاجه لحم ناشف لحم. فبقيت بقول لهم على اخر حله وقعت في حله الجمعيه الكبيره ذيك. فيبدو لي انه هو الضلع الضلع خاتنه لناس العريس جايين سيره من بعيد. فتلفت يمين شمال عشان ارفع الضلع ده لهم في شنو غلبني. بتذكر لابس العراريق
عراقي كده، طلعت العراقي ربطته من يده دي ويده دي وجدعت الضلع كله جوا العراقي كله يعني ناولته اللف فوق بالشباك شالوه فات خلوني انا قاعد جوا. انت الحرام انت بقيت انا قاعد ما عدت لي دقيقه بكوس لمحل اطلع اسمع عليكم العروس جمقت الباب يا سعاديه فاطمه هاي سخن الليله كده سريع لانه العريس بيجي مستعجلين اكل لي الرجال اول عليك الله ما تسلم النسوان دي بيجي جايين يخشوا يفتحوه على سنه يشيلوا الحله اللي سخنوها سريع سريع ويدونا العريس يمشوا. بقيت انا قاعد جوا لحد ما فتحوا المخزن انا كان في المحل اضغط اقعد فيه ومجي اخر حاجه فكرت فيها لقيت الحله حله الضلع طلعت منها الضلع اضطريت البس جواليها واعمل القفاله كده بقيت قاعد جوا الحله شالنا الحله الاولى طلعناها اخذتنا في النار الكانون مهبط كده فيه فحم اخذت فيها النار بعد شويه جن دارت ترفع عن الضلع رفع عنه كده قالت لا بري يا اختي التومه انت خبرها لا ام العروس خلت الضلع ده كله ناس العريس ولا شنو قالت لا بري قالوا ضيفهم كتار اخترفع سريع على كلمه رفع عني مره قال لي برا الحمد لله ما خطك في النار يا ما هم ماشيين على المخرج تحت النار عايزين يخطوا الناس في النار انا حسيت بانه الموضوع ماشي عليه شوي بعد ده قلت يا معلم اتخارج لما كده انا جيت طالع الجلابيه قبيله اساسا مرطها قوم جيت طالع فين كده لما طلعتها النسوان دي وقعت الاثنين ما شافنا طالع من الحله شنو لتاريخ اللحظه بقول لك عريس ناس فاطمه الحله طلع منها العبريت شال الضلع اللي جوه ما في ما عارف انه منه وما حكيت الموقف ده لاي زول يعني بشيء هو عرف وضحت الروح طلع شاله الله يعينه ام العريس وام العريس دائما يا ساره النجوم ما بيفصحوا عن اعمالهم وخاصه تشويق بالنسبه للمشاهد لكن كان تعليق عنا اللي جبت نسبه بتاعت مشاهده عاليه يترقبونهم في رمضان يترقبوه في رمضان نعم. احنا شاكرين جدا لك غسان احمد النعمه الممثل والكاتب ايضا شكرا جزيلا على هذه المساحه يا اخي شكرا لكم انتم على هذه الفرصه وشكرا للمواضيع السراء الجميله وان شاء الله دائما تامين ونامين واشكركم مره ثانيه على هذه الاستضافه نعم وربنا يوفقكم نعم بنشكرك كثير يا غسان شكرا لكم نتمنى انت تكون واحد من النجوم الحظية إن شاء الله بألمع النجومية على مستوى الوطن العربي أو المستوى المحلي وبيكم أنتم كشباب أنه الدراما تنهض وتنافس الدراما العربية خلينا نقول نوعا ما ما بصورة كاملة عشان تكونوا طماعين بس نتمنى أنه الدراما تنافس الدراما الأخرى شكرا جزيلا غسان كتر خيرك